أعزائي المشاهدين في كل مكان، ladies and gentlemen، معانا فيديو جديد بلوكيشن مختلف. النهاردة بصور لكم من ورا المكتب، مرة من قدام المكتب ومرة من ورا المكتب، بحاول أغير لكم اللوكيشنز عشان ما تزهقوش. يا رب ربنا يكرمني في يوم في الأيام ويبقى عندنا استوديو، وهيبقى كله بفضلكم وبفضل الشير بتاعكم. النهاردة معانا حلقة جديدة عن الأفعال ومعانيها الكتيرة، ومعانا فعل جديد وهو جو. جو مش معناه بس يذهب أو يروح لمكان، ده احنا معانا النهاردة 8 معاني عشان نعرف جو اكتر. يلا بينا، ليتس ستارت. اول معنى معانا لجو، ويمكن انت ما تبقاش متوقعه، هو داي او يموت. جو معناها يموت. خلينا اديك مثال. ماي انكل وينت ان بيس وايل سليبنج، يعني عمي رحل في سلام بينما كان هو نام. واحد يقول لي هو فين جو، انا شايف في فعل تاني اسمه وينت. لا يا حبيبي، ما هو وينت ده الماضي بتاع جو، وانا قايلها في فيديو قبل كده. بتتفرجش على فيديوهاتي ولا ايه؟ يبقى ماي انكل وينت ان بيس، يعني عمي مات في سلام. الله يرحمك يا عمي ويرحم العيلة كلها، عادش حد بقى غيري. المعنى الثاني الجو هو بيكم او يصبح. خليني مثلا اوديك مثال عشان تفهم. I hate to go bold، يعني انا كاره اني ابقى اصلع او اقرع. انا فعلا اصلع واقرع، تعبان الا اقرع. I hate to go bold. خليني اديك كمان مثال. Every time I see pastries I go hungry، يعني كل مرة بشوف فيها الباستريز أو المعجنات ببقى جعان. Every time I see pastries I go hungry. المعنى الثالث لي جو هو work أو operate، يعني حاجة بتشتغل، بنستخدمها بالذات مع الأجهزة. خلينا أديك مثلا مثال. My watch، ساعتي، won't go، ساعتي مش عاوزة تشتغل. تمام، ده مثال. مثال تاني، عاوز مثلا اقول لك انت عارف البوتاجاز ده بيشتغل ازاي؟ هقول لك بالانجلش. You know how this stove goes. You know how this stove goes. Goes جاي من جو. انت عارف البوتاجاز ده بيشتغل ازاي؟ رابع معنى معانا الجو النهارده هو يعدي، وبنستخدمها مع الاوقات. يعني لو عاوز اقول ان الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه، هقول في الانجلش happy times go fast. Happy times go fast. خامس معنى الجو معانا هو start أو يبدأ. خلينا أديك مثال. The project will go in a month، يعني المشروع هيبتدي في خلال شهر. The project will go in a month، يبقى go بمعنى يبدأ. سادس معنى وهو go بمعنى يقول، معقول. خلينا أديك مثال. لما أحب أقول بالإنجليش مثلا كل مرة بغيظه فيها بيقول كلام مش كويس. Every time I tease him he goes like I will fucking kill you. كل مرة انا بغيظه فيها، tease يعني غيظ، اوكي، بيقول لي ان هو هيقتلني. او والله سبحان الله المفكر في اللغة، tease غيظ، اوكي. Every time I tease him he goes I will fucking kill you. او بلاش fucking عشان فيسبوك. المهم قلناها بقى وخلاص. Go with معناها، وده الاستخدام رقم 7، يتماشى مع، او يعني ماشي مع حاجه. يعني مثلا لما اقول لك اللون ده ماشي مع اللون دوت وحاجه زي كده. خلينا اديك مثال. The color of my car، يعني لون عربيتي، على اساس ان انا عندي عربيات كتير، يعني goes with the color of my t-shirt، ماشي مع اللون بتاع التيشيرت بتاعي. يعني انا عندي عربيه لامبورجيني حمراء، بلبس لها تيشيرت احمر. العربيه بتاعتي الاودي تي تي، بلبس لها تيشيرت فحلوقي عشان هي لونها فحلوقي برضه. فالمهم جو وذ يعني يتماشى مع، وربنا يرزقنا يا رب. تامن حاجه وحسن الختام، ان احنا ممكن نستخدم جو مع الاكتيفيتيز او النشاطات بالذات اللي بتعملها في الفري تايم او في وقت فراغك. زي مثلا I go fishing، انا بروح اصطاد. I go running، بروح اجري او بجري. I go shopping، بتسوق. I go dancing، برقص. انا فاضي ومش لاقي حاجه اعملها فحرقص، اوكي. فجو مع اي اكتيفيتي انت بتعملها بالانجلش، بتجيب الفعل بعد جو وبتحط عليه ing فتبقى نشاط او اكتيفيتي. That's all for today. دي حلقه جديده من الافعال. لو عاوز الحلقات الثانيه هتلاقيها في الديسكريبشن تحت الفيديو. Thank you، وشير، وخلينا اشوفكم على خير.